ازيك يا شباب؟ معاكم حلقه جديده مع ايس تيوب. يلا عشان نلعب لعبه سلندرينا بالمدرسه. اللعبه دي طلبتوها مني في التعليقات، فالنهارده باذن الله هنجربها ونحاول نخرج من المدرسه. بقى اشوف بقى لايكاتكم يا شباب وحماسكم، وعايزين نوصل الفيديو ده 10,000 لايك. ولو انت لسه جديد معانا اشترك معانا في القناه، لان انت النهارده هتشوف سلندرينا المرعبه. اول مره بصراحه العب اللعبه دي، فهنخلي درجه الصعوبه سهله لان انا في الجيم جديد. فعندنا اول ما نزلنا في ساعة، مش بحب جو الاكشن ده وصوت الهدوء، الواحد يحس بقلق في اي لعبة رعب لازم كده. ماشي، عندنا هنا في زي هيلث كويس، وعندنا هنا فوق على ايدنا اليمين زي مفتاح، وعندنا الساعة. ماشي، نزلت في مكان او اترسبنت في مكان شكله غريب. وانتوا لاحظتوا حاجة وانا انا بتخيل ولا انا شكلي بشوفها؟ هو ما ينفعش نبص لها صح؟ مشيت؟ والله اختفت. اكتر حاجة بتقلقني الحوار اللي بتختفي وبتظهر. ايه اللي جابها ورايا دي؟ انا كنت لسه شايفها مش موجودة اساسا. دخلنا في اول فصل، مش عارف انا ايه. اه يا جدعان، الهرس بتاعي عمال ينقص، كل ما نبص لها الهرس بينقص. خلينا نقفل الباب. طيب، ما هي ممكن كده كده تخش، بس انا بقفل الباب احتياط استهبال نشوف في ايه. انا موجود في الفصل، مفيش اي حاجة، الدنيا هو فصل فاضي، ما استفدناش غير بصبوره متلخبص عليها. ده شكله حد زي كانه وحش مخربشها. ماشي، نطلع. طيب من اول اوضه دخلناها، نفتح الباب، نفتح الباب اللي بعده. ايه اللي جابها هنا؟ دخلت لي ازاي؟ يا مفتريه يا سلندرينا، حرام عليك، احنا لسه في البدايه. نفتح هنا كمان الباب اللي بعده. انا بحس بتفتح الباب معايا. ايه ده، السبوره؟ الباب اتقفل اوتوماتيك والله. مين اللي بيفتحه؟ اه ممكن تكون هي دخلت. عندنا هنا فيها، ايوه كويس، المفروض نجمع احنا 8، احنا جمعنا واحده بس. ماشي، نخلي بالنا كتير لان شكل سلندرينا دخلت هنا ورانا ورا في الفصل، بس مش باينه، مخفيه. طب انا عايز اطلع. اه الحمد لله الباب ده طيب. مرعب بس طيب. اه بقول لك الباب هنا مقفول، فاحنا محتاجين المفتاح. ماشي، الباب الاخير مقفول، يبقى احنا كده شفنا اول بابين. مفيش بس غير الاداه واحده بس اللي لقيناها، زي كانها صاموله كده، دي اللي لقيناها. خلينا نشوف طيب الجنب التاني قبل ما اطلع فوق وانزل تحت. فاحنا عايزين نخلص الدور ده الاول ونشوف كل الحاجات اللي موجوده عندنا هنا. عندنا في 3 ابواب، اول باب دخلته تمام، مفيش اداه موجوده هنا. الفصل ده برضو هو هو. يا سلندرينا فينك؟ مختفيه يعني؟ ها، خليني طيب اطلع من الفصل. كويس، لفينا، مفيش حاجه نقدر نستفيد بيها هنا. ماشي، نخش على الفصل ده، بس يا رب يكون الباب مفتوح. خلينا نجرب. اه كويس، فتحنا الباب، مفيش ادوات هنا كمان ولا حتى في اي حته. ماشي، دخلنا الفصل ده على الفاضي، بس عايز اعرف هي ممكن الادراج دي نفتحها؟ لا لا، الادراج ما ينفعش نفتحها. ماشي، ومفيش حاجه هنا تحت الترابيزات، لا مش شايف حاجه. ماشي، خلينا طيب نكمل ونخش باذن الله. الباب اللي في الوش ده افتح ازاي؟ كويس، فتحنا الباب وعندنا مجموعه فصول ولا مجموعه ترابيزات هنا. ماشي، نكمل نجري. حس الراجل هنا بيمشي بيتدلع. يا عم خلص يا عم، انت بتتمخطر جوه، انجز. اه بس انا في حاجه شفتها هنا. اه في زي ميد كيت. كويس، زودنا الهيلث بتاعنا. طب حلو، زودنا الهيلث بتاعنا. وعندنا هنا في زي شباك، خلينا نفتحه. شباك ده ولا ايه ده؟ اه شباك مقفول بالخشب وما عندناش اي ادوات، وما لقيتش بس غير الميد كيت اللي موجود في الفصل ده. فنشوف مثلا في حاجه ثانيه مرميه في الارض ولا اي حاجه. لا انا ببص لها ليه؟ والله شخصيه بتبص لها لوحدي. الشخصية بتاعتي بتبص لها لوحدي. ماشي ماشي، طب تمام. برضه قفلت الباب تاني، افتح الباب. كويس، احنا دخلنا انه، احنا كده المفروض دخلنا كله، ما جمعناش بس غير صامولة واحدة بس، مش عايز انقص الهرس بتاعي، حرام عليك يا سندرينا يا مفترية. ماشي نكمل، عايزين ننزل تحت سريع سريع. تمام، ننزل هنا كمان في الفصل، والفصل بسم الله ما شاء الله عليه، ده احنا مش فصل يا جدعان ولا مدرسة، مدرسة عملاقة. بيقول لك الباب ده كمان مقفول. ماشي، هنضطر نطلع كمان للدور اللي فوق، ولغايه دلوقتي ما لقيتش او ما شفتش المفتاح، فاحنا هنضطر نطلع دلوقتي للدور اللي فوق لان الباب هنا مقفول. ماشي، نطلع هنا كمان. احنا عندنا كام دور بالظبط؟ ده في اكتر من دور يا جدعان. ماشي، خلينا نكمل. مش عارف انا ايه اللون المخفي ده، اللون الازرق ده، مش عارف معنى كده السندرينا موجوده في المكان ده ومستخبيه ورا الباب. اه دخلنا هنا الحمامات. ماشي، كل حاجه مصديه هنا. نبص ممكن في الاحواض، ممكن يكون حاطط لنا مفتاح او حاجه. لا طب نشوف هنا. طيب ممكن يكون في حاجه مرميه. اه في ميد كيت، فعايز ناخد الميد كيت. وعندنا كمان في ايه تاني هنا؟ مفيش حاجه مرميه.
قول له تمام ايه ده؟ انا فكرتها ممكن ناخدها دي. ماشي نبص هنا كمان مفيش اي حاجة. تمام يبقى كده مفيش اي حاجة في الحمام غير الميت كيت اللي احنا خدناها. خير روح طيب للكراسي اللي دي بقى، عايزين نرجع تاني نشوف لو في ابواب ما دخلناهاش او حاجة. عندنا هنا مجموعة فصول، افتح الباب. عندنا في مفتاح، اخيرا اول مفتاح نلاقيه. ممتاز ممتاز تمام. وعندنا هنا كمان في ايوه صامولة اخدناها كويس كده. احنا معانا اتنين. ايه ده في حاجة مرمية في الارض هنا ولا لا؟ ده الخشبة نفسها. ماشي نكمل عادي. الباب برضو قفل لوحده اوتوماتيكي اوتوماتيكي. استخدمنا المفتاح. ما احنا فتحنا كده الباب تمام. المفتاح راح مننا، احنا محتاجين مفتاح تاني لو عايزين نفتح بقية الابواب التانية. طب نشوف هنا. كويس ناخد دي كمان. ممتاز كده معانا التلاتة نقدر نفتح دي. ماشي عندنا الدرج ده ما فتحناهوش. ماشي يا عم الدرج خلاص يا عم، انت كلك عمال تفتح وتقفل كفايه رعب بقى. مفيش حاجه تانية هنا؟ لا في سلندرين يا شباب. سلندرين كانت واقفه جنبي مشت. الحمد لله الحمد لله مشت من هنا. نقدر نطلع. افتح الباب لو سمحت. كويس حاجه سلندرين بصراحه مظبطانا في حوار الباب ده. خلينا نفتح هنا كمان. الباب هنا مقفول محتاجين مفتاح. طب ده كويس لو مفتوح. ايوه الحمد لله كويس لنا كمان واحدة هنا، يبقى كده معانا أربعة. ممتاز. طب مفيش ميت كت كده على السريع، بس احنا المفروض اللي الهيلث بتاعنا يعتبر كويس. نقدر نواجه السلندرينا. ماشي كان معانا الأربعة، نكمل زي ما احنا. نبدأ بنروح الجزء التاني ونشوف، لأن عندنا هنا في حوالي تلات أبواب فبإذن الله نحاول نفتحهم. ده عندنا المفروض دخلنا الحمام. ماشي في بابين هنا، فيا رب يكون واحد على الأقل مفتوح. في واحد هنا أصلا مفيش باب أصلا فيه، كل حاجة مفتوحة. خلينا أخش كده. ده المطبخ يا شباب، نقدر نفتح الحاجات دي؟ لا لقينا مفتاح. طب اشطب الحاجة اللي لقينا مفتاح ده. كمان لقينا صامولة من هنا. جمعنا كده خمسة كده، المفروض ناقص لنا تلاتة. في أي حاجة تانية هنا؟ ما أعتقدش، احنا كده لقينا حاجتين، فصعب تلاقي حاجة تالتة. والله يبقى اشطب لقينا حاجة تالتة. نكمل يا رب تكون سلندرنا مش موجود. مش موجودة الحمد لله في المكان ده. نطلع هنا ونبدأ نخش. جبنا سيرة سلندرنا جت لنا على طول. خش هنا. المفتاح ما اتخدش، الباب ده كان اصلا مفتوح. كمل كمل كمل. عايز ابص على مجموعه الكراسي دي، ممكن يكون في اي حاجه محطوطه عليهم من فوق. خلينا نبص على كرسي كرسي. ماشي هنا ما فيش اي حاجه في الكراسي دي. طب نبص الجنب الثاني برده نفس الكلام نفس النموذج. طب نبص على النموذج الثاني. طب لو في حاجه محطوطه تحت الترابيزه احنا ممكن نشوفه واحنا ماشيين. بس تبقى صعبه شويه، بس مش معقوله المكان اللي احنا دخلناه ده ما فيهوش ولا اي حاجه. في سلندرينا بس. ماشي كويس. خلعت من هنا الحمد لله مشيت. انا عايز اخش جوه مش لأ. تمام مفيش اي حاجه هنا، نكمل زي ما احنا. وطالما جبنا مفتاحها كويس احنا ممكن ننزل تحت دلوقتي ونقدر نفتح الباب اللي مقفول. بس خلينا قبل ما انزل فيه هنا طلعايه كمان، فانا عايز اطلع بالمره ونشوف عندنا في ابواب تانية ايه. ده الدور الاخير، باب مقفول يا جدعان، الباب مقفول. ماشي الباب هنا مقفول خالص، بس احنا الحاجه الكويسه ان احنا جمعنا دلوقتي خمسه من المفروض من الصاموله دي، فعايزين بقى ننزل تحت خالص ونفتح الباب اللي كان مقفول، لان ده اعتقد باذن الله هيطلع لنا حاجه كويسه. الباب ده دلوقتي نقدر نفتحه تمام، بس عايز اشوف في حاجه هنا. مفيش حاجه. ماشي نفتح الباب. كويس اخيرا فتحنا الباب يا شباب. تمام عندنا هنا في ميد كيت. ماشي سيبوه دلوقتي لان بصراحه انا مش محتاج. هنا ممكن نحط الصواميل اللي احنا جبناها. عندنا دي واحد، لحظه واحده دي واحد. لازم نجمع الثمانيه. ماشي بس عندنا هنا في دبدوب. ماشي ناخد الدبدوب كويس. وعندنا ايه تاني؟ ما عندناش اي حاجه تانية هنا. بتيجي منين دي؟ ماشي مشت. لازم اخد الميد كيت. خلينا نفتح الادراج دي ممكن نلاقي اي حاجه فيهم. مفيش حاجه. نفتح الدرج اللي بعده. في مفتاح. طب قشطه نفتح ده كمان. ايوه يا سلام علينا، جمعنا كده الحمد لله لغايه دلوقتي سته، ناقصنا اخر اتنين. كويس خدنا ميد كيت على السريع. يا رب ما تجيش ما تجيش وتنقص لنا الحاجه اللي احنا عملناها. شايفين زي كان الاثار بتاعتها اللي نازله بيها وطالعه. ماشي كمل. عايزين نطلع بقى هنا ونشوف البيبان التانية المقفوله عشان نقدر نستخدم فيها المفتاح. باب ده عندنا مقفول، نجرب نفتحه بالمفتاح. اخد مننا المفتاح. ماشي وهي جت لنا كمان. انت جيتي ازاي؟ ايه يا جدعان في ايه؟ مالها سخنت قوي علينا كده ليه؟ دي ظهرت لي. ظهرت لنا مرتين المفتريه. نفتح الادراج اخيرا، بس مالها مكثفه قوي علينا كده. نفتح هنا، عايزين مفتاح، لازم مفتاح. مفيش ولا مفتاح هنا. استنى يا عم فين الدرج ده كمان؟ مفيش اي حاجه. ماشي مفيش اي حاجه. ماشي نكمل. ونقصت لي
ناقصني بس اخر صامولة عشان نقدر نهرب منها. مفيش حاجة في الفصل ولا مفتاح واحد. طيب لا يا شباب مفيش ولا مفتاح. بس الحمد لله لقيت ورا الباب في ميت كيت. كويس احنا على الاقل لقينا ميت كيت يا اخدين ازاي. ايه يا جدعان هي اول ما شافتني واخد الميت كيت على طول مسكتني كده. مالك يا سندرينا شد حيلك قوي علينا هنا في الحته دي بالذات. نفتح تاب الادراك دي. ماشي نفتح ده. طيب برضو مفيش اي حاجه. في مفتاح هنا. طب كويس خدنا المفتاح. تمام ناقصنا بس اخر صاموله. لو خدناها يبقى كده تمام نقدر باذن الله نركبها تحت. بقى نطلع فوق في الباب هيفتح. خلينا نكمل. احنا ما فتحناش الحاجات اللي موجوده هنا في المطبخ صح؟ الحاجات دي تتفتح. خلينا نشوف. بتتفتح. انا كنت شاكك اللي في حاجه تتفتح. ماشي الادراج دي كلها ما فتحناهاش. فاحنا باذن الله على الاقل هنلاقي فيها واحده. نجرب نفتح الباقي. طيب يا رب نلاقي اخر صاموله. لو لقيناها يبقى كده 100 100. مفيش ولا واحده هنا. ماشي نجرب. طيب نفتح دول مقفولين. ماشي نجرب نفتح دي. طيب دي المفروض فتح. كويس ودي كمان. مش عارف فتحينهم احنا تاني ولا ايه. طب ماشي نبص. طيب هنا تحت اي حاجه؟ مفيش اي حاجه. ماشي ماشي كمل كمل. نفتح دي كمان يا رب تكون ماشيه. كويس حاجه ليه مشيت. عندنا في حاجه تحت مش عارف انا عايز انزل. مفيش حاجه موجوده في الادراج. ماشي يبقى احنا كده ما لقيناش حاجه موجوده في المطبخ غير الحاجات اللي احنا خدناها دلوقتي. وعندنا هنا في بابين مقفولين. يا رب ما يكونوش اللي احنا فتحناه قبل كده. اخد مني المفتاح يا رب يكون باب جديد ده. خلينا نشوف. انا عندي احساس زي كاني دخلت المكان ده قبل كده. يا رب يكون مكان جديد. ماشي لان ساعات هي بتقفل البيبان وبتاخد مننا المفتاح. بحرام عليها بجد. نقفل ده. طيب اخيرا لقيت الصاموره الاخيره. طب كويس عندنا هنا في ميت كيت. كويس المشكله ما ينفعش ناخد الميت كيت معانا لازم ناخده على طول. ولو السلندرينا جات لنا دلوقتي هتنقص لنا من هنا. فاحنا عايزين نخلي بالنا كتير لان احنا ما عندناش مفاتيح ثانيه والدنيا بدات تظلم وممكن تطلع لنا مرتين زي المره اللي فاتت. عايزين نخلي بالنا. انا عايز دلوقتي بقى انزل تحت خالص. تمام لان الباب اللي فوق المفروض مقفول. يلا يلا بسرعه 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 يا رب ما تشوفنا. احنا كده المفروض فاتحين الباب اللي تحت. كمل كمل زي ما انت ولا من شاف ولا من ديل. كمل يا زعيم. كويس احنا كده ماشيين مظبوط. ايوه خد هنا كمان لمينك. حلو الباب ده اللي فتحناه نقدر نحط الحاجه دلوقتي. احنا مجمعين الثمانيه. ممتاز. ومش عارف بصراحه ما خلى انا الدبدوب ده معايا احتياطي. كويس دلوقتي بيقول لك الباب اللي المفروض فوق اتفتح. حلو قوي. خلينا طيب نشوف في حاجه جات لنا هنا ثانيه. هنا احنا فتحنا الادراج دي. تمام مفيش اي حاجه. نقص لنا من هيرس شويه. ماشي نكمل نكمل. عايزين بقى نطلع فوق. افتح الباب حرام عليكي. ماشي جري جري بسرعه. عايزين نطلع الدور اللي فوقاني. ايوه يلا هانت الدور الاخير يا رب. ايوه ايوه الحمد لله كده الباب اتفتح. ممتاز الاثنين منورين بالاخضر. اخيرا الحريه يا شباب. وصلنا نقفل الباب عشان ما تجيش هنا احتياطي. ما بتقفلش. ماشي خلينا طيب نشوف مجموعه الصور اللي موجوده عندنا هنا. عندنا اول صوره محطوطه زي كانه شعر صح. عندنا الصوره الثانيه زي كانها صوره البنت. وعندنا انت كمان زي كانها بتلعب مع عيل صغيره. ايه ده وهنا مش عارف زي كان في وحش ماسك البنت. ماشي نكمل. بعد كده هي بتلعب مع ثلاث بنات وفي ولد صغير هنا. والله رسمه مش مفهومه. ده المفروض الدبدوب اللي انا ماسكه. نكمل. وهنا مشطبه على ناس كتير او متشطب عليهم. واخر واحده متلغوص عليها متلغوص عليها. طب ما تحكي لنا يا سلندرينا فهمينا اللي بيحصل. مشيت. ايوه الحمد لله مشيت. طب انا دلوقتي مجموعه اللي كاتبه اسمها هنا. استنى افتح افتح افتح. نحط الدبدوب هنا. خدنا الصوره دي. كويس بيقول لك دلوقتي انت لازم تمشي من المكان ده. طب ما فيش اي حاجه اتفتحت لنا. هنخرج من معقوله من تحت. طيب ننزل بالصوره اللي احنا جبناها وعليها في صوره بنت واغلبيه البنات اللي متصورين في الصوره زي كانهم وشهم متغطي وعليهم علامه اكس. يا شباب كمل كمل. ايوه يا رب بس نحاول نخرج من كان المشاوز. ماشي ننزل بسرعه بسرعه. تلاقيك عايز تاخد الصوره اكيد. يلا يلا بسرعه. ايوه ايه اللي وقعني؟ كعبلتني. لا والله ما عارف اتحكم في الشخصيه بتاعتي. سلندرينا خد الصوره وسيبينا. يا رب ما تعملنا حاجه. خبى نفسه. هي الصوره بتاعتها اختفت الحمد لله. يا جدعان مشت. احنا كده خرجنا. انا ولا كان مش قادر الحمد لله.
قدرنا نهرب من السلندرين يا شباب. بس تعتبر بالنسبة للعبة جيراني ولا اي حاجة، لان دي اسهل كتير منها. فتعالوا شباب نحقق لحد هنا. فلو عجبك الفيديو تنسناش بقى باللايك، واتمنى منكم تشتركوا معنا في القناة لسه جولاد معنا. ولو عايزين ننزل عن لعبة تانية اكتبولي في التعليقات، وعلى حسب تفاعلكم بإذن الله هستمر في اللعبة دي. وياشكم مرة جاية مع فيديو جديد مع ايستيوب. يلا سلام.